متابعو منصات المركز العربي على شبكات التواصل الاجتماعي، أهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة ضمن سلسلة محاضرات التفكير في أزمة كورونا وأبعادها. ونخصص هذه المحاضرة اليوم لتكون طبية بامتياز، حيث نستضيف بها الدكتور علي فطوم لتقديم محاضرة بعنوان الخروج من كابوس كورونا، أين نحن من حلم تطوير لقاح ناجع ضد فيروس كورونا المستجد، كيف ومتى؟ أعرف الدكتور علي فطوم. ولد الدكتور علي في قرية نحف في الجليل الأعلى في فلسطين، والتحق بالجامعة العبرية في القدس وتخصص في علم الأحياء، ثم حصل من الجامعة من جامعة تل أبيب على درجة الماجستير في علم الأحياء الدقيقة، وكذلك على درجة الدكتوراه في علم البيئة الميكروبية عام 1983. عمل الدكتور فطوم أستاذا مساعدا في قسم علم الأحياء في جامعة بيرزيت في فلسطين، وفي عام 1987 انضم إلى المعهد الوطني للصحة في ولاية ميرلاند الأمريكية قرب العاصمة واشنطن، وقد أمضى هناك حوالي 7 سنوات متخصصا في أبحاث اللقاحات. ثم انضم الدكتور فطوم إلى شركة نافي للأدوية الحيوية عام 1991 لقيادة فريق معني بتطوير اللقاحات البكتيرية، وعمل في مجال الميكروبات العنقودية، ثم في تطوير لقاح وقائي ضد المرض الموسوم باسمه ومعترف به في هذا المجال، كما قام بتطوير لقاح النيكوتين، وهو لقاح ثان تم اختراعه وتطويره من قبل الدكتور فطوم للإقلاع عن التدخين من خلال التجارب السريرية في مرحلتها الثانية. يركز الدكتور فطوم حاليا على مكافحة وباء كوفيد-19 من خلال العمل على تطوير لقاح عن طريق الأنف الذي لديه القدرة على منع العدوى الفيروسية وتكاثر الفيروسات وانتشارها عن طريق الرذاذ، ومن ثم كسر دروة الانتقال وانتشار الفيروس من شخص إلى آخر. أود أن أنوه أيضا إلى أن الدكتور فطوم نشر أكثر من 70 بحثا علميا محكما في مجالات علمية، ولديه 20 براءة اختراع، وهو مرجع للعديد من المجالات العلمية المتخصصة في اللقاح والعدوى والمناعة واللقاحات البشرية والعلاج المناعي وغيرها. أهلا وسهلا بك دكتور علي مجددا على منصات المركز العربي، والكلمة لك فلتتفضل مشكورا. شكرا جزيلا لك أخ أحمد ولجميع الشباب اللي ساعدوا في المركز، وطبعا يشرفني أن ألقي هذه المحاضرة اليوم. ولكن قبل ما أبدأ بدي أحب بس أنوه أنه أنا بديت في مدرسة ابتدائية في نحف، بحب أنه أشير لامتناني لأساتذتي في المدرسة وكذلك في المدرسة الثانوية في قرية الرامي، وطبعا أساتذتها وامتناني لهم جميعا. سنتحدث اليوم عن الكورونا وعن الفيروسات وأين نحن من تطوير لقاحات، ولذلك ستكون المحاضرة مبنية بطريقة معينة، وهي أن نتحدث بالبداية عن الإصابة بالفيروس وكيفية هذه الإصابة وماذا يحصل على مستوى الخلايا، وكذلك نتحدث قليلا عن الكورونا لأنه في كثير قصص حوالين الكورونا ومصدرها وإلى آخره، نتحدث قليلا عن ذلك، وبعد ذلك ندخل في العلاجات وهي العقاقير والأدوية بأنواعها المختلفة وإن نحن من ضمن تلك العقاقير، ثم ندخل إلى اللقاحات، ما هي اللقاحات المطروحة على الساحة، كم وأين ومتى وفي أي مرحلة، وبعدين طبعاً نعرج قليلاً على تجربتي أنا والفريق اللي عندي نعمل على اللقاح الخاص فينا وما هي مميزاته وليش نفكر نحن كمان عندنا شيء نعطيه في هذا، وبعدين طبعاً سنفتح الموضوع للنقاش والأسئلة. إذا بننتقل للشرائح، طبعا الشكل الثاني ليس موجود على الشاشه، نلاحظ ان المراحل اللي بمر فيها الفيروس بانتقاله واصابته للخلايا، نفرض انه عندنا خليه، الفيروس اول ما يبدا يلتصق بالخليه، واذا التصق بالخليه يبدا باستعمار الخليه واستخدامها ويدخل الى داخل الخليه ويخرج من داخله الحامض النووي
طبعا بهذه الطريقه يستولي على الخليه، تبدا الخليه هي تصير خادمه له وتعمل كل شيء في داخل الخليه يعمل من اجل الفيروس. وطبعا ينتج نسخ من الحمض النووي وايضا نسخ من البروتينات اللازم. بعد ذلك تبدا عمليه تركيب فيروس كل مجموعه من البروتينات تحيط بحامض نووي واحد او بجزء واحد، وتبدا عمليه الخروج. ونلاحظ هون خروج الفيروس التبرعم بنسميه الى الخارج. اذا بعد ما دخل الفيروس الى داخل الخليه، الخليه اصبحت خادمه وله وعبد له، تعمل كل ما يشاء. لذلك اذا اردنا ان نتدخل في مسار الاصابه، يجب اما ان نعمل منع الفيروس من الدخول الى داخل الخليه عن طريق الالتصاق، او ان نتدخل في احدى المراحل الداخليه الموجوده هون خلال هذه الفتره. طبعا الجميع شاف هذه صوره الفيروس الكورونا فيروس الحديث باللون الاحمر، وطبعا الفيروس عليه هو غلاف بداخله حامض النووي الار ان اي في هذه الحاله، وهنالك نتوءات. هذه النتوءات في قمه كل نتوء، ويمكن للفيروس ان يدخل الى حيوان وسط. في هذه حاله السارس الاول دخل في حاله في احدى في القط البري موجود هون بصورته اسمه سيفيد كاتس، وانتقل منه الى الانسان. بينما السارس الجديد يعتقد انه دخل الى حيوان اسمه البانجولين ومنه انتقل الى الانسان. اذا هذا اللي نطلع على التنين هم تقريبا متشابهين، واذا اخذنا بس نقطه واحده من النتوء نطلع عليه، هذا هي الفيروس اللي هو الغلاف، وعندنا خروج مثل هذا البروتين الى الخارج، وهذا البروتين في طرفه الاخير يتصل مع مستقبل على الخليه، المستقبلات سميها H2، فهنالك يرتبط معها ومن هناك يبدا بالدخول الى داخل الخليه. إذا أي عمل نريد أن نعمله اليوم من أجل اللقاحات يجب أن نمنع هذا الاتصال. إذا منعنا هذا الاتصال منعنا دخول الفيروس إلى داخل الخلية. إذا طلعنا بين الفيروس القديم والفيروس الجديد سنة 2000 والفيروس اللي سنة الجديد، بنلاحظ بالتسلسل الحمض النووي في خلال المنطقة السبايك بروتين الاس اللي شفناها المنطقة الصفراء، في 74% تجانس 100%. يعني الاختلاف فقط في 26% من الأحماض، وهذا أدى بالنهاية إلى هذه الفروقات الشاسعة بين الاثنين، بين الفيروس القديم والفيروس الجديد من جميع النواحي الإصابة ونتيجة هذه الإصابة. لأن طبعا في سؤال كثير بيسأل إنه هل بالفعل إنه إجا من الوطواط ولا كذا؟ عندنا هنا تجربة صغيرة جدا، وهي أخذنا خلايا عليها مرتبطات الوطواط اللي هي الاس2 تبع الوطواط والاس2 تبع الانسان، وقارنا السارز القديم والسارز الجديد بين التنين. زي ما انتم شايفين انه في فرق شاسع بين السارز الجديد اللي هو النقاط السوداء والسارز القديم اللي هو النقاط الحمراء. هذا الفرق الشاسع بيناتهم هم قدرتهم على الارتباط، بينما وكمان عند الانسان نفس الشيء موجود هون. السارز الجديد اللي اكتسب صفات قدرة هائلة 10 مرات أحسن وأكفأ من السارز القديم في الارتباط الخلايا، وهذا يعني أننا إذا احتجنا 100 جزيء حتى نصاب بالسارز القديم سنحتاج من السارز الجديد فقط 10. إذن هو أشرس وقادر على أنه يصيب الإنسان بصورة كبيرة. الصورة الثانية اللي بنديها هون عملية أنه من البداية صرنا نشوف أنه الانتقال من إنسان لإنسان، يعني الناس اللي في جانيوري وفي إحنا بنحكينا عليه شفناه في ديسمبر، في جانيوري شفنا أنه بدأ الانتشار من شخص إلى شخص، وهذا هذا الشيء جديد، الانتقال من شخص لشخص غير بدون المرور في أو الاتصال مع حدا كان موجود في السوق أين وين بدأ هذا. بمعنى انه هذا كمان صفه جديده اكتسبها الفيروس الجديد. النقطه الكبيره اللي بنشوفها هون انه بنلاحظ انه في بدايه المرض هنالك حملان للفيروس في داخل الانف،
إذن الأنف هو المنطقة الأساسية يدخل منها الفيروس إلى داخل الرئتين. يدخل إلى الأنف، يتكاثر في الأنف ويصل إلى مستوى معين، مستوى عالي، وبعد ذلك تبدأ المرض. ولذلك عندما يبدأ المرض، بعد أن كان قد انتشر في الأنف، وإذا انتشر في الأنف بكمية هو قادر على نقله من شخص إلى شخص، وهذا الشيء أساسي في عملية الانتشار، وهذا ما سبب وجود البانديميك أو الجائحة كما نسميها بالعربي، وطبعا الانتشار على كل العالم بهذه الطريقة. إذا البداية الأساسية هي قدرته على أنه يستولي وأنه يقعد في داخل، يتكاثر في داخل الأنف قبل أن تظهر الأعراض، وبالتالي قد يكون الإنسان يشعر جيدا وصحي ولكنه يحمله بأنفه ويعطيه للآخرين، وهذه مشكلة أدت بالآخر إلى هذا الانتشار الهائل. وطبعا منها استحدثت استعمال الكمامات في التلاقي، في الحديث بين الناس، أن وجود الكمامة شيء مهم ليس فقط لحماية نفسك وكمان لتحمي الآخرين منك أنت. طبعا مثل ما أنت شايفين الانتشار بدأ بشكل عام بدون ما حدا يعرف، والانتشار بدأ أكثر شيء بالناس المتصلين كثير مع بعض، وهذا الصورة هذه قلنا بس على أنه كيف الممرضين والأفراد في داخل المؤسسات العجزة، أنه العجزة كانوا أكبر ناس على خطورة في البداية، لأنه محصورين في مكان واحد، في واحد يدخل مع فيروس ممكن يوصل كمية كبيرة من الناس. طبعا في البداية احنا لازم نذكر ان احنا كنا نتعلم من الفيروس، يعني هو سابقنا بعدة خطوات. ففي البداية لازم نطلع هون على هذا المقال اللي هو كان في جانيوري في شهر كانون الثاني، بنلاحظ انه تقريبا كل الاصابات كانت تصيب الناس من جيل الستين وما فوق. لاحظين تحت الجيل هذا، جيل تحتي 15 سنة وانا اتحول حادث، تحتي جيل ال 15 سنة كمان بالفترة هذه ما في. الأثرية الساحقة كانت في الجيل الكبير، وطبعا أخذنا وكأنه هذا فيروس مخصص للناس الكبار في السن وليس للأفراد، ولكن اليوم تغيرت الصورة وصبحنا نعرف أكثر أنه كمان الأطفال وكمان الشباب على في إمكانية خطورة بالنسبة للإصابة بهذا الفيروس. الآن ما هي إمكانيات العلاج من هذا في هذا الحال؟ طبعا في امكانيات العلاج لازم نرجع نتذكر انه وين ممكن احنا ندخل في العلاج. العلاج يكون بعد الاصابه، بمعنى ان الفيروس قد دخل الى الخليه، استولى على هذه الخليه، تكاثر في داخل الخليه وخرج من هذه الخليه. الان اذا امكانيات التدخل هي في احدى هذه المراحل. فلو اخذنا مثلا الدواء الجديد اللي نتحدث عنه، يدخل بمنع الفيروس من التكاثر، من الأحماض النووية فأنا تتكاثر أكثر، بينما الكلوروكوين مثلا بيدخل في عدة أماكن، وطبعا ندخل في الحديث عنه بعد قليل. بعد الإصابة بالفيروس تؤدي إلى تحرك كيني بنسميها العاصفة السيتوكينية. الخلايا المصابة وخلايا المناعة تبدأ بالنشاط الكبير وتصبح بشكل مجنون تعطي كل هذه الهرمونات. هذه الهرمونات لما تعطي بهذه الطريقة بنسميها عاصفة، تؤدي إلى ضرب كل الأجهزة للجسم من الكلى إلى القلب إلى إلى إلى. وبالتالي إحدى الإمكانيات التدخل هي إن نحاول نمنع هذه السيتوكينات، وخصوصاً IL-6 الموجود هون و TNF-alpha، نمنحهم من أنه يرتبطوا مع الخلايا ويعملوا الضرر لأجهزة الجسم. وبالتالي إمكانيات الموجودة هنا تأخذ الكلوروكوين مثلا، عنده إمكانية أنه يخفض من شراسة IL-6 الموجود هون. في إمكانيات ثانية نعمل أجسام مضادة IL-6 أو TNF-alpha أو غيره، وأنه نعطيها اللي هي تمسك وتعمل neutralization أو معادلة لهذا وتمنعه من العمل. وطبعاً فينا الإميونوغلوبولينز الـ IVIG اللي موجودة بالبلازما، اللي ممكن كمان تساعد على تخفيض حدة هذه وشراسة هذه العاصفة.
إذن إمكانيات التعامل مع الفيروس هو بمراحل مختلفة، كل دواء يستطيع أن يتدخل في مرحلة مختلفة. لو طلعنا على الأدوية الموجودة اليوم، في عندنا رامدزفير اللي هو العملية بالضبط خرجت أول نتائج أولية من دراسة سريرية في الـ NIH التي ترى أن هنالك فعلا فعالية خاصة ضد الفيروس في المرضى. وطبعا اللي هي النتيجة الأولى تعلن عنها انه هي خفضت او نزلت كم فتره المستشفى من 15 يوم ل 11 يوم. هذه اول اشاره في دراسه سريريه مضبوطه تشير انه هذا الفيروس او هذا الدواء يستطيع ان يوقف الفيروس. طبعا الان ستنفتح الامور باتجاه اما ايجاد عقار اخر نحطوا التنين مع بعض ككوكتيل والى اخره، ولكن امبارح كانت اول مره اللي فيها إثبات علمي دقيق إنه هذا يستطيع العمل. هنالك زي ما حكينا إمكانيات إنه تأخذ دواء موجود لأعراض أخرى زي هيدروكسيكلوروكوين. هيدروكسيكلوروكوين ممكن تأخذه في الروماتيزم. الروماتيزم هو اللي بينزل نتيجة لأوتو إميون اللي هو مناعة ذاتية، وبالتالي ممكن إنه ينزل المناعة الذاتية بإنه ينزل السيتوكينات. فمنلاحظ إنه الهيدروكسيكلوروكوين كان للملاريا والآن يستعمل في هذا الحالة اللي هو التدخل في مرحلة متأخرة من مراحل الإصابة. الكونفالسنس اي جي جي هو الناس اللي أصيبوا لديهم أجسام مضادة بصورة عامة، ولذلك إذا أخذنا هذه الأجسام المضادة وهذا معروف في سهل أو في حق الأبحاث إنه هذه الأجسام المضادة تستطيع أن تساعد الإصابة المصابين بالفيروس من التخلص والخروج من المرض. تستعمل في عدة أمراض مختلفة زي الهيباتيتس بي، زي الار اس في اللي هم الأطفال وغيره. هذه ممكن استعمالها. هذا طبعا الناس تعمل البلازما بالأول، ولكن الأساس هو أخذ البلازما وتنقية الأجسام المضادة واستعمالها. هناك طبعا المونوكلونال انتي بوديز اللي هي تاخذ جسم مضاد معين وخاص لسيتوكين معين زي الاي ال 6 اللي تحدثنا عنه. بعض الناس بياخذوا الايس 2 اللي هو المستقبل للفيروس وتحط كميه كبيره من هذا المستقبل بالدم، وبالتالي الفيروس سيرتبط مع الايس 2 الحر اللي انت حطيته من برا، وبالتالي يمنع ارتباط الفيروس مع الخلايا. وطبعا اخرى مواد امكانيات اخرى وارده للعلاج. لحد الان اكثر شيء نراه اليوم اللي هو الريمدسفير وكمان الهيدروكسيكوين ويمكن الاي جي جي او الاجسام المضاده ان تساعد. الآن ندخل إلى المرحلة الأخرى وهي مرحلة المنع أو الوقاية. مرحلة الوقاية من الفيروس تحتاج إلى وجود لقاحات، وهذا طبعاً الإمكانية الرئيسية اللي موجودة لمنع الإصابة بالفيروس. وهي إذا بنطلع على التجربة، هذه تجربة من شمبانزيز أو نوع من القرود ماكاكس اللي يعطيه الفيروس، أصيبوا بالفيروس 1 2 3 4 وطبعا عود تعافوا من الفيروس وخرجوا من وبالتالي عند هذا الخروج والتعافي أعطوا الفيروس مرة أخرى في اليوم 28، وتبين إنه كل هذه القرود كانت محمية من الإصابة للمرة الثانية. بمعنى أن هذا الفيروس إذا أصاب الفيروس وخلصنا من هذا وتعافينا يمكن أن يكون لدينا مناعة واقية وحامية من إصابة المرة الثانية. وهذا شيء مهم، هذا الذي يعطينا الفكرة إنه الإصابة بالفيروس والمناعة المكتسبة تستطيع منع الفيروس من التكاثر. هذا هو الأساس لأي تطعيم أو أي لقاح، وهو إنتاج المناعة المكتسبة. ما هي المناعة المكتسبة المرجوة من هذا الفيروس؟ إذا بنطلع حكينا عن
سبايك بروتين اللي هو البروتين النتوءات. إذا طلع المبنى تبعه في منطقة واحدة منه هي التي ترتبط، هذه هي المنطقة اللي بتربط، المنطقة الليلكية هون اللي بتربط الفيروس مع الخلية. ولذلك إذا حضرنا قدرنا نعمل تطعيم أو لقاح يعطينا أجسام مضادة وخلايا مضادة لهذه المنطقة، إذا نستطيع أن نمنع الفيروس من الاتصال بالخلايا، وهي المرحلة الأولى، وبالتالي يمكن أن يعطينا وقاية من هذا الفيروس. الآن ما هي التقنيات المختلفة؟ هنالك عدة تقنيات موجودة على الساحة. التقنيات الموجودة مختلفة منها أنه تقنيات جديدة زي DNA والRNA. DNA والRNA هي أحماض نووية تعطيها تركب في الخارج في الـ في الـ في المختبر وتعطيها بالحقن إلى الإنسان أو الفرد، وطبعاً تدخل إلى داخل الخلايا وتبدأ خلايا الجسم الشخص نفسه تنتج سبايك بروتين أو البروتين اللي هو الفاكسين، وطبعاً تبدأ في عملية إنتاج الأجسام المضادة وإلى آخره. هناك طبعاً الآن في البحث السريري شركة موديرنا وشركة أخرى اسمها بايونتيك وكيرفيك في ألمانيا تعمل على هذه، وهناك شركة إنوفيو تعمل على الـ DNA اللي هو طبعاً كمان حمض تقنية أخرى في هذا الحال. السؤال الكبير اللي يسأل إنه مزبوط هذه التقنيات، ولكن لا يوجد إثبات في الحقل أو عندنا إنه في أي تطعيم أو لقاح قد نجح بهذه التقنيات، ولذلك في هنالك خطورة إنه هل هذه التقنيات ستعمل أم لا، ما هي مدى نجاحتها في هذه الحال. طبعا هذا سؤال كبير، إذا هنالك السرعة وهنالك النجاعة، وهذول التنين شوي مختلفين، ممكن تكون سريع بس ما يكون عندك النجاعة في الآخر، فشو استفدنا؟ الإمكانية الثانية هي الطريقة الكلاسيكية، إنك تأخذ هذا البروتين بتأخذ بتركبه وبتعطيه في الحق للإنسان أو للشخص، والشخص يقوم بإنتاج الأجسام المضادة والمناعة المكتسبة لهذا البروتين بشكل خاص. هذه الطريقة الكلاسيكية، في حوالي 20 أو أكثر من 20 شركة تعمل على هذا التقنية. طبعا هذه تأخذ وقت أكثر من الـ RNA والـ DNA. الإمكانية الثانية اللي هي إنك تأخذ فيروس غير مضر زي الأدينو فيروس مثلا، أو تأخذ أدينو فيروس من شمبانزي وتعمل له هندسة جينية وتحطه، أخليه إنه يحط سبايك البروتين تبع الكوفيد 19، حطه على السطح تبعه وتعطيه للإنسان، ولساعتها الإنسان الفيروس هذا مش مضر، ولكن يتعرض الإنسان لهذا البروتين ويعطي أجسام مضادة ومناعة مكتسبة لهذا البروتين عن طريق هذا الفيروس، سميحنا الفيكتور هون. وطبعا في عدة شركات تعمل اليوم في البحث السريري، وأهم واحد وأكثر واحد متقدم هو ما تقوم به جامعة أوكسفورد في المراحل السريرية الآن، وتدخل الآن المرحلة السريرية الثانية، وستنتقل من هناك إلى المرحلة الثالثة. وطبعا اللي قبله هون بالضبط، إذا بتستكمل الشرح بنعتذر منك دكتور، وبنعتذر كمان لمتابعي الصفحات هذا الخلل الطارئ، ونتمنى يعني صدرك يتسع لنا دكتور وتستكمل الشرح من هذه النقطة. لا صدرنا واسع، احنا فلسطيني ما مش صدرنا كثير واسع. الشكر لك دكتور. تفضل. فالحديث يدور على هذه التقنيات وعلى الفترة الزمنية وكل المراحل هذه التي يجب أن نقوم فيها، من مرحلة إنتاج التطعيم ومن مرحلة الفحص السريري، مرحلة الحديث وتقديم كل الأوراق والإعدادات للمؤسسات الرقابية إلى إنتاج التطعيم واللقاح بكميات كبيرة، ملايين، عشرات الملايين ومئات الملايين، وطبعا طريقة إعطائها للأفراد وإنتاج المناعة. كل هذه يجب أن تحصل حتى نحصل على الوقاية العامة، وحتى نكون في مرحلة اللي هي مرحلة الوقاية من الجائحة. طبعا يأخذ
أكثر من مكتوبون 6 إلى 18 سنة في هذا المقال، ولكن أنا بعتقد أن 18 شهر هي المنطقة الوسطى بين الجنة والنار، بين النجاح وال ويجب أن يكون لدينا أنه مش كل لقاح دخل هذه المرحلة خرج إلى المرحلة الأخرى، ولذلك إمكانية الفشل واردة جدا، وخاصة زي ما حكينا أنه بعض هذه التقنيات لم تعطي أكلها في الماضي، يعني لا يوجد لدينا تطعيم أو لقاح موجود اللي كان بهذه التقنيات، ولذلك نحن سريعين ولكن لا نعرف ما هي النتيجة، نتأمل خيرا. لأن طبعا كان بالنسبة للتقنيات المختلفة، الآن أين ندخل نحن كفريق عمل؟ ندخل في هذه القصة وما هي قدرتنا على العطاء والتغيير. احنا بنطلع على الفيروسي والبكتيري في الجهاز التنفسي، بنلاحظ في عنا شيء خاص. اولا انه كان هنالك فشلا لبعض التلقيحات الناجحة جدا، مثلا لو اخذنا البنوم كاركس اللي بيعطينا التهابات ويعطينا في الدم وفي المخ، ولكن ايضا في الرئتين. البريفنر هذا اللي كان طبعا زي دواء عجيب، هذا لم يعطي اكله ولم يعطي نجاعه ضد البنمونيا، مع انه يسمى بنمونيا يعني التهاب الرئتين، لم يعطينا في هذه الدراسه مثلا اللي حدثت قبل سنتين انه مثلاً بحوالي مليونين ناس اخذوا التطعيم لم يجدوا هنالك نجاعه. ايضا للار اس في يؤدي لالتهاب الرئتين والجهاز التنفسي، يؤدي بعدين للازمه في الاطفال والكبار السن. اخذنا هذا اللقاح وملاحظين ان هذا اكثر من لقاح جرب خلال السنوات الاخيره، وطبعا كله فشل بدون وجود اي نوع من النجاع. اذا عندنا التطعيم المضبوط، عندنا البروتين المضبوط لها، ولكن لا يوجد لدينا مناعه. ما نرى نحن ان الشيء الاساسي ان عندما تعطي التطعيم او اللقاح باليد او بالعضله بالابره، فانت تعطي مناعه في داخل، ولا تعطي مناعه في المنطقه الخارجيه. وزي ما قلنا الشيء الاساسي هو منع الفيروس ومنع البكتيريا من الالتصاق في الخلايا. فاذا انت منعت الالتصاق في الخلايا، يمكن ان تعطي نجاعه ضد التهاب الرئتين والجهاز التنفسي. وذلك بما انه لا يوجد لديك مناعه مكانيه بهذه الطريقه، فلا تستطيع أن تمنع الفيروس من الالتصاق، تستطيع مقاومته في المرحلة الثانية، ولكن خط الدفاع الأول كان غير موجود. وطبعاً إذا بنطلع على الإنفلونزا، تطعيم الإنفلونزا، نلاحظ أنه في 15 سنة الأخيرة كانت تتراوح النجاعة ما بين 20% إلى 60% مرة واحدة، والباقي كله حوالي 30-40%، مع أنه عندنا التطعيم اللقاح المضبوط ويعطى باليد أو يعطى بالعضلة بالإبرة. إذن في رأينا المتواضع إنه فينا مشكلة، هو إنه لا يوجد لدينا مناعة مكانية في الجهاز التنفسي. وطبعا هذا يأتي نتيجة أن عملية الحقن تعطي ذلك النوع من المناعة نسميها ميوكوزال إميونيتي، اللي هي مناعة في الطبقة المخاطية في على التي تبطن الرئتين وجهاز التنفس. ولذلك نحن بحاجة إلى وجود تطعيم أو أخذ هذا التطعيم وإعطائه بطريقة أخرى يستطيع إنتاج ميوكوزال إميونيتي اللي هي المناعة المكانية إلى جانب المناعة في داخل الدم، وبالتالي يكون لدينا دفاع. خط الدفاع الأول موجود في حالة التعرض، ممكن خط الدفاع الأول يمنع الإصابة وإذا حدثت الإصابة خط الدفاع الثاني يدخل إلى العمل وينتج بذلك الخلاص من هذا. زائد أنه المناعة المكانية تمنع تكون الفيروس
وجود الفيروس في الجهاز التنفسي، وبذلك تمنع عملية الانتقال من شخص إلى شخص. إذا هذا هو التطعيم نريده بالنسبة لكوفيد 19 ولا لأي فيروس في الجهاز التنفسي، أن يعطينا مناعة عامة، أن يعطينا مناعة محلية local immunity، مناعة محلية أو مكانية أو mucosal immunity، وأيضا إذا أمكن إنه نأخذ عندنا يكون لنا مناعة من تطعيم واحد، يعني عمليا نأخذها مرات ثلاث مرات التطعيم أو مرتين، إذا أخذناه مرة واحدة ممكن يعطينا مناعة، هذا بيكون جيد جدا وبدخلنا بيعطينا بيغطي لنا مساحة من الفترة الزمنية الأولى. أنا تقلت عليكم، راح أسرع شوي. التقنية اللي طورت في جامعة ميشيغان هي نانو تكنولوجي، تقنية النانو، في وجود جزيئات أو دروبلتس، قطرات من الزيت والماء وبعض الكيميائيات الأخرى، لوجود هذه الجزيئات الصغيرة بحوالي 400 نانومتر هاي، واحد نسميه نانو إيمولشن، هي إيمولشن زيت في الماء، تستطيع أن تعطينا هذه الجزيئات. إذا أخذنا المادة الأنتيجين التطعيم وخلطناه وأعطيناه بالأنف، ممكن تعطينا مناعة مكانية. وراح أعطيكم هنا بس مثالين، مثال عن الار اس في اللي هو الفيروس الذي يصيب الأطفال وكبار السن في الأنف، ويؤدي إلى حالة أزمة في عند الأطفال. طبعا فحصنا هذا الفيروس التطعيم عن طريق الأنف في African Green Monkeys، في هذا النوع من القرود الذي هو حساس لهذا الفيروس. طبعا اعطينا الطعام القرود ثلاث مرات، وبعدين بعد المره الثالثه اعطينا الفيروس بكميه كبيره في الانف وفي الرئتين، يعني بشكل مباشر للانف والرئتين. اذا طلعنا على الانف، لاحظ انه خلال الفتره الاولى تقريبا كل القرود كانت عندها الانف نوعا ما لا شيء فيه. بعد خمس أيام لاحظنا أن القرود الغير محصنة، الغير لم تحصل على التطعيم، والتي حصلت على التطعيم بالإبرة، بدأ لديها كمية أكبر تكاثر الفيروس في داخل الأنف، بينما الذين أخذوا التطعيم بالأنف يوجد لديهم فيروس. وبعد 10 أيام نلاحظ نفس الشيء حصل، أنه لسه الفيروس موجود في هذه القرود، حتى ولو إنه أخذت التطعيم ولديها كل المناعة في داخل الجسم، لكن تنقصها المناعة المكانية وبالتالي أصبح لديها في داخل الأنف. إذا طلعنا في الرئتين نشوف إنه نفس القصة حصلت، إنه في الرئتين اللي أخذوا التطعيم في العضلة لديهم بكتيريا في داخل الفيروس في داخل الرئتين، بمعنى لديهم التهاب في الرئتين ولم يكونوا محصنين كالذين أخذوا الفيروس في داخل الأنف. هذا إثبات مباشر إنه الإمكانية إنه تعطي مناعة مكانية لها دورا هاما في التعامل مع هذا. بديش أدخل كتير في هنا في الإنفلونزا نفس الشيء، إنه إذا أعطينا التطعيم بداخل الأنف عندنا لا يوجد فيروس في داخل الأنف بالمرة، بعد ما نعمل له تشالنج نعطيه الفيروس كمية فيروس في الأنف حتى يصاب. بنلاحظ اللي غير مصائل غير محصنين يموتوا من الفيروس، المحصنين يظلوا سالمين لا يموتوا، وكذلك لا يوجد لديهم فيروس في داخل الأنف، وبالتالي لا يستطيعوا أن يعطوه لحيوان آخر أو لإنسان آخر. الآن ولذلك التطعيم اللي احنا اللي نعمل عليه نحن هو الاس 1 اللي هو ذلك الثلاثي الاصفر الموجود هون، ذكري هذه المنطقه اللي بترتبط مع الخليه، المنطقه الصفراء هذه، زائد الادجوفنت اللي هو الحامل الذي يستطيع ان يعطينا المناعه المكانيه في داخل الانف والجهاز التنفسي، خلطهم مع بعض ونعطيها للإنسان.
لا، اذا بنطلع على الجدول الزمني، الجدول الزمني تبعنا كمان مكثف، انه احنا اذا كان لدينا اليوم موجود البروتين وموجود عندنا الحامل او الادجوفنت، ممكن خلال 24 شهر يكون في عندنا نتائج من البحث السريري او في الحمل. وحتى نلخص المحاضرة كلها، طبعا ممكن نمنع الصلابة طبعا اللي هي التحذيرات والسلوكيات اللي اكتسبناها من غسل اليدين والبعد التباعد الاجتماعي والآخر، هذه شغلات أساسية. الآن وجود الكمامة على الفم وعلى الأنف شيء مهم صار بعد ما عرفنا شو بيعمل هذا الفيروس. وطبعا لدينا امل كبير ان يكون لدينا نوع من العلاج، وهذا النوع من العلاج اذا تواجد ممكن يعطينا فتره للتنفس حتى نقدر نحصل على ونطور التطعيم او اللقاح. وطبعا زي ما حكينا في عندنا الانتي فايرلز اللي هي زي الريمدفير، كمان في عندنا الادويه الاخرى زي الهيدروكسيكوين والاخر التي الان يعمل عليها، وعندنا طبعا الانتي بوديز الاجسام المضاده اما متكامله او مونوكلونال الانتي بودي وغيرها، هذه كمان كلها تحت البحث وممكن ان تعطينا ما نريد وتعطينا الفتره المطلوبه حتى نوصل الى التطعيم. من ناحيه التطعيمات واللقاحات نريد منها ان تعطينا اللقاح الجيد واللقاح الذي يعطينا المناعه الجسميه الداخليه، وايضا نريد مناعة تمنع الكولونيزيشن أو التكاثر الفيروس وتواجده في الأنف، لأنه بذلك إحنا شو استفدنا إذا بعده إحنا بنكون عندنا في الأنف وبنقدر نعطيه للناس التانيين اللي هم على خطورة. وكذلك يجب أن يكون هناك تطعيم ناجح الذي يعطينا النوعين من المناعة المكتسبة للمناعة المكانية والمناعة العامة. وطبعا إذا طلعنا على الجو العام، إحنا من 8 إلى 12 أسبوع يمكن خلال شهرين أو 3 أشهر راح يكون عندنا دواء معين أو مجموعة أدوية التي تساعد على معالجة الهاد، ولكن وجود هذا الدواء لا يمنع أننا سنستمر، لا يعني أننا بطلنا سنطلع برا ونعبط ونبوس ونصافح إلى آخره، رح نستمر في التباعد المجتمعي، يعني مش رح لن نعود إلى ما كنا عليه. فالواحد يعني يطمن حاله إنه مش لازم يرجع لإيش كان قبل هذا. وطبعا خلال هذه الفترة رح يكون عندنا 12 ل 24 شهر ممكن يكون عندنا إمكانية لقاح، وهذا اللقاح طبعا زي ما حكينا إنه طريقة إعطائه للناس ستدخل به السياسة ويدخل به أشياء كثيرة لا ندخل فيها الآن. وفي النهاية بس أحب أشكر كل اللي شاركوا في كل هذه الأبحاث اللي احنا عملناها، الدكتور فيرا بيتكو، طارق حمود، داك سميث، شمالا جانسون، سوزان and بلو ويلو، الفريق العامل معي هون والفريق العامل في جامعة ميشيغان. شكرا جزيلا. شكرا. تفضل أحمد. شكرا جزيلا دكتور، شكرا على هذه المحاضرة يعني القيمة، ويعني أيضا أشكر باسم إدارة المركز حضرتك والفريق العامل معك على تطوير هذا اللقاح الذي نتمنى أن يرى النور قريبا، وأنت تعمل على يعني موضوع قتل الفيروس أو التحكم بانتشار الفيروس عن طريق الأنف كما فهمنا. وقد قمت دكتور بتحديدا يعني الحديث أيضا عن الفترات الزمنية، لكن الأسئلة التي تأتي الآن عبر منصات التواصل الاجتماعي، هناك يعني سؤال ملح دائما، ما هو مستوى التقدم الذي تحقق حتى الآن في تحقيق أو في الذهاب بإنتاج لقاح؟ هذا يعني سؤال جمعناه من أكثر من مستفسر أو سائل على منصات التواصل الاجتماعي. السؤال الثاني، إذا أردت سأقوم بطرح مجموعة من التساؤلات إذا أحببت أن تقوم بتدوينها،
السؤال الثاني يتحدث على أن موضوع الدراسات العلمية تشير أن البشر حاليا يصابون بأكثر من نوع لفيروس كورونا. يعني نحن أمام تقريبا أربعة سلاسل أو سميناها أربعة أجيال مختلفة من فيروس كورونا. هل سيكون تطوير هذا اللقاح بالطبع طبيا ستفيدنا بهذا الموضوع؟ هل سيتم تطوير لقاح لكل نوع منها؟ وما هو النوع الأكثر شراسة أو الأكثر فتكا؟ أشرت في نهاية المحاضرة أيضا إلى موضوع اللقاح وتسييسه. اللقاحات، هذا عنوان اللقاحات والدول الغنية، يعني الولايات المتحدة الأمريكية، الاتحاد الأوروبي، وبعض أيضا الدول التي توجد فيها أيضا تقدم طبي تعمل حاليا على إنتاج نوع من اللقاحات. هذه اللقاحات كما تعلم ستكون ذات تكلفة عالية نوعا ما، لا تستطيع دول أخرى أن تحصل على هذا اللقاح. كيف تتعامل هذه المراكز الطبية مع جانب التسييس نوعا ما؟ وهل سيكون هذا اللقاح متوفرا لدى كافة الدول التي تضررت بهذا الفيروس بغض النظر عن الكلفة، خاصة أن هناك حديث عن نوع من التنسيق مع الهند بأن الهند ستقوم مستقبلا بإنتاج هذا اللقاح بأسعار نوعا ما مخفضة أو قادر على المستهلك في الدول النامية أو الدول الفقيرة الحصول عليه؟ نأخذ هذه الأسئلة دكتور ونركز على مجموعة أخرى، تفضل. شكرا. من ناحية وين احنا اليوم، فينا عدة لقاحات موجودة في البحث السريري في المرحلة الحالية، جزء منها في الصين، 3 أو 4 اللي هن على الفيكتور، فيروس غير مضر يحمل السبايك بروتين وطبعا يسير فيه بشكل سريع. الأكثر تقدما، وطبعا في هناك الـ RNA والـ DNA والـ RNA فيروس الفاكسينز اللي هن موجودين الآن في الولايات المتحدة الأمريكية وفي ألمانيا، ولكن أكثر واحد متقدم هو التطعيم الذي طور في جامعة أكسفورد، وهو على خلفية تطعيم الميرس والسارز القديم، ويعتقد أنه إذا له إمكانية نجاح كبيرة جدا. وطبعا هنالك كثير من التوقعات، ولكن الآن دخلوا في مرحلة سريرية متقدمة اللي هي المرحلة الثانية، الأولى والثانية مع بعض، وسبدأوا خلال الأسبوع هذا في تطعيم حوالي 5 إلى 6 آلاف شخص، وممكن تخرج النتيجة خلال 6 أشهر إلى 10 أشهر، تخرج النتيجة إنه إذا كان هذا يعمل أم لا. وهنا النقطة الثانية، أن جامعة أكسفورد بدأت في تصنيع الدواء أو تصنيع اللقاح بكميات كبيرة، بمعنى أنه إذا نجح فإحنا موجودين وحاضرين نعطيه للناس. وطبعا هذا نوع من الخطورة. هل هذه الخطورة لا تأخذها شركات تجارية، وإنما تأخذها مجموعات أو مؤسسات لا ربحية، زي Gates Foundation، زي WHO، زي CEPI، هذول هن الممولين الأساسيين لهذا التطعيم. وبالتالي إذا لم ينجح وراح، وطبعا خسرنا المصاري اللي وظفت في إنتاجه كان به، لأنه هذه قضايا يعني واردة هذه الشحنة. الآن بالنسبة لأكثر نوع من التسلسل أو سلسلة الكورونا فيروس، طبعا كل كورونا فيروس له طريقة مختلفة. الميرس عن طريق الجمال، السارز الأول كان له قصة أخرى، السارز الجديد طبعا إنها تطورات خلال السنين. طلعنا على الميرس مثلا، سارز الميرس مع السارز القديم والسارز الجديد، ما في كثير تطابق، فقط حوالي 20%. اذا هذاك قائم بذاته. بالنسبه للسارز القديم والجديد، لو اننا اخذنا السارز القديم وعملنا التطعيم اللي استعملناه اليوم، كان عندنا امكانيه انه نحمي، إنه في عملية ما نسميه كروس رياكتيفيتي، إنه ممكن التطعيم هذا يعطيك إمكانية إنك تدافع أو إنك تكون مقاوم للجديد، ولكن مش بنفس النزاعة زي لما يكون هو الجديد اللي أنت عم تستعمله. إذن ولكن هذا شيء وارد،
انه كل فتره وفتره بيطلع لنا شيء جديد ولا نتعامل. السؤال اثبات من ناحيه المبدا، هل نستطيع ان ننتج تطعيم ذو نجاعه ام لا؟ اذا قدرنا نحط هذا المبدا على الطاوله، اذا عندنا صرنا عارفين وين هو الهدف، البروتين الهدف، ونستطيع ان نتعامل معه بحيث انه نغير ونبدل فيه، وبالتالي كل الامور موجوده على الساحه، ولكن انت بتغير فقط منطقه معينه، وهي المنطقه انت بتعرف من البدايه بهالطريقه هي راح يكون عندك نجاعه. اذا ممكن واحد يعمل كمبيوتر موديلنج، يعمل موديلنج بالكمبيوتر والى اخره، يتوقع شو ممكن يكون ويشتغل عليه، وممكن كمان انك تكون رده فعل لما يحصل. اذا الامكانيه تغيير او ظهور واحد جديد او صار جديد ممكن، ولكن كورونا جديد ممكن، ولكن سنكون افضل المره هاي اكثر من المره السابقه لو يكون عندنا تجربه ويكون عندنا من ناحيه المبدا عارفين وين لازم نروح وما هي الطريقه التي نتعامل بها. اذا التجربه هاي راح تفيدنا في التعامل مع المستقبل. من ناحيه تسييس اللقاح، طبعا في مؤسسات عالميه ومؤسسات لا ربحيه التي تعنى بالعالم الثالث، وطبعا افريقيا وغيره مثل جيتس فاونديشن والى اخره، زائد دبليو اتش او اللي هي منظمه الصحه العالميه، تبحث دائما منظمه الصحه العالميه، وطبعا ايضا المؤسسات لا ربحيه، احد الشروط التي تضعها على الشركات او المؤسسات انه راح ناخذ هذه التقنيه وننتج من التطعيم هذا للعالم الثالث فقط في منطقة معينة، وعادة يروحوا للهند لأن الهند متقدمة من ناحية الإنتاج وإلى آخره، وستنتج الهند التطعيم هذا بكلفة 50 سنت للواحد الواحد، 50 سنت، ولكن أنت تأخذه في أمريكا مثلاً 100 دولار وفي أوروبا ممكن 100 يورو، ولكن 50 سنت للعالم الثالث، وطبعاً لأنه في عندك كمية كبيرة فيها ربح كمان للمؤسسة الهندية وتعطي إلى العالم الثالث، ولكن هذا كما قلنا سيأخذ وقت، هذه قصة الوقت هي أساس. الآن هديش ممكن تكون نجاعة المؤسسات الهندية التي تقوم زي سيروم انستيتوت في أمريكا، ممكن يحصل إمكانية أن العالم الثالث يحصل على هذا التطعيم مباشرة أو بتأخير معين من الذي يحصل قبل. طبعا الدول اللي معها تكلفة كاملة أو معها مصاري معها نقود ممكن تشتري من أمريكا ومن أوروبا التطعيم بكلفة أكبر. شكرا دكتور. أنا يعني هذا أثار عندي سؤال حقيقة، يعني مسألة الفترة الزمنية لإنتاج اللقاح نفسه، يعني من الناحية أنا أتحدث هنا من الناحية الطبية المخبرية، هل يحتاج إلى كل هذا الوقت؟ يعني يعني هل هناك مواد يجب تصنيعها من الصفر لاكتشاف أو في حال تم اكتشاف هذا اللقاح على سبيل المثال، هل هذا يستغرق كل هذا الزمن مثلا نتحدث عن 18 شهر؟ يعني لم يطور المخابر لم تتطور لإنتاج كميات مثلا ممكن توزيعها دعنا نقول بمئات الآلاف أو الملايين للبشر، يعني من الناحية الفنية والمخبرية، يعني لماذا هذا الوقت يحتاجه المختصون كحضرتك في حال تم اكتشاف هذا في إنتاجه؟ هل الأمر مرتبط بالبنية التحتية للدول وعدم اهتمامها في القطاع الصحي مثلا، أو أن التمويل للمخابر قليل أم ماذا؟ في هي قصة كبيرة، يعني في ذاك في كل مرحلة من المراحل إلها مشاكلها وإلها جدولها الزمني، ولكن الشيء الأساسي في كل اللقاحات الأساس هو السلامة، أهم شيء إنه ما بدي أعطيك شيء اللي أنت تمرض منه أو إنه للشخص اللي المستقبل يحصل له شيء. هذا الشيء الأساسي للإف دي إيه والإم إيه، الرقابات المختلفة والمؤسسات الرقابية مهتمة، أعطيني سلامة بعدين أعطيني النجاعة، ولذلك يجب أن تثبت جديد على الجسم، تثبت إنه ما في عندك خطورة على المستقبل أو على الإنسان اللي بياخده. هذه تأخذ فترة زمنية، زائد الإنتاج تبدأ بكمية قليلة وبعدين تبدأ في مسميه سكيل اب، تطلع إلى مسألة إلى كمية أكبر وأكبر، وكل ما طلعت بكمية بحجم الكمية تزيد الخطورة في الفشل. يعني مش بس
فعندك مشاكل داخليه في عمليه التطوير، زائد من ناحيه الالات، الانتقال من اله معينه الى اخرى يحتاج الى تثبيت ان هذه الاله الجديده ستعطيك ما كان لديك قديما، ولذلك يجب الحفاظ على ما نسميه consistency، ان الماده التي تنتجها اليوم وتنتجها بعد شهر وبعد سنه وبعد سنتين نفس الشيء بنفس المواصفات، وعندما تعطيها لشركه اخرى زي الهند مثلا بدك تتاكد انه الهند راح يقوموا بنفس العمل ونفس الانتاج نفس المواد بنفس المواصفات وبنفس التصرف، لما تعطيها للناس ان تكون عندها النتيجه تبعتها تكون ملائمه، عشان تعمل مقارنه بين التنين، انه مش راح تعطي للعالم الثالث مثلا تطعيم او لقاح نوعيه مختلفه واقل جاعه. فهي كلها تدخل في اطار كل هذا الاعتبارات لما بتبدا تطور انت، وطبعا اللونش او انتاجه بشكل تجاري والى اخره يحتاج ايضا ضوابط معينه، ويجب ان نتاكد انه ما في انك تعمل تدوير زوايا هون وهون، بدك تتاكد تمشي بنفس الاسلوب في كل العمل وكل الانتاج. اذا كل مرحله تحتاج يعني فعلا الى فتره زمنيه، وقد تحتمل يعني ان الصواب او تحتمل احتماليات الفشل. الفشل. زيد المصري يسال، وهذا السؤال يعني حاليا يدور عندنا في المنطقه تحديدا، لانه الناس اخذت تطعيمات ضد الحصبه وضد السل، بيقولوا انه اللي اخذ هذه التطعيمات سابقا عنده مناعه من موضوع الفيروس كورونا. بتعرف في شائعات صدرت كثير حول حتى تناول بعض الاطعمه او فهل هذا صحيح، موضوع تطعيم السل والحصبه والجدري اللي اخذهم في الصغر في المنطقه عندنا بيكون عنده اكثر مناعه من الاصابه بالفيروس كورونا؟ سؤال كمال طيرشي بيقول هل هناك مخاطر مستقبليه جراء استخدام اي لقاح ممكن لفيروس كورونا؟ اعتقد انك اجبت في جزء منه على في المحاضره وفي خلال الاجابات. هو يقصد هنا الاثار الجانبيه الخطيره، خصوصا اذا كانت التجارب السريريه تمت دون وقت كافي لتظهر بعدها اثار سلبيه مدمره. طارق دعنا يسال عن يعني عن بعض الجهات المختصه لمحت الى احتمالية عدم إيجاد لقاح مناسب لفيروس كورونا، ماذا سيكون ذلك يعني عواقب ذلك على الصحة العامة ونمط الحياة للمجتمع البشري، وما هو الدور الذي سيقوم به يعني الأطباء في التفكير في مثل هذا السيناريو؟ دكتور علي. نينا ماريل تسأل هل لقاح الإيبولا فعال ضد كورونا؟ أنت أشرت أيضا إلى الاختلافات بين هذه اللقاحات. السؤال الأخير أنور بدر، هل هذا الفيروس حقيقي؟ هذا السؤال عندنا في أيضا على منصات التواصل الاجتماعي للمركز، هل هذا الفيروس حقيقي أم هو وهمي؟ هل تم تصنيعه أم هو يعني تجزمون دكتور بأن هذا الفيروس هو تطور بيولوجي نتيجة انتقال هذا الفيروس من حيوان إلى آخر ومن ثم انتقاله إلى خلايا بشرية؟ تفضل دكتور علي. بدي ابدا من الاخر، اللي قضيه انه اللي هي انه يعني عدم الايمان بنظريه المؤامره لا يعني انه المؤامره غير موجوده، وطبعا ما حدا بيعرف شو بيصير في الغرف المظلمه وهناك، ولكن من ناحيه المبدا من ناحيه علميه زي ما حكيت انا في بعض في احد الشرائح سلايدز حكيت هناك انه ارتباط الفيروس السارس الجديد والسارس القديم مع خلايا الوطواط والخلايا التي اتت من بنجلون اللي هو الحيوان الوسطي اللي كان بالنص، بنلاحظ انه في عندك ارتباط ثابت بهاي الخلايا، وبنعرف احنا انه السارس موجود بكميات كبيره في الخفافيش في المور، وهناك دراسات كبيره عليه. اذا طلع على الناحيه العلميه، لانه الناحيه الاخرى لا نستطيع ان نثبتها، المؤامره وغير المؤامره وغير ذلك لا نستطيع ان نثبتها. اذا الفيروس حقيقي لانه عم موجود وعم يعمل المرض وعم نخرجه ونطلع عليه ونعرف شو تسلسل الاحماض النوويه الى اخره، ولذلك لا اعتقد انه هذا سؤال يعني ممكن الواحد يجيب عليه ويحلف انه هذا الشيء المضبوط. اذا من ناحية علمية احنا كعلماء نعتقد انه في تطور في هذا المجالات، وممكن الفيروس يتغير وممكن بس يغير من 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 طبيعته. هلا نرجع للسؤال الاولاني اللي هو عن السل والجدري، وطبعا صار في تدخين، يمكن العرب اكثر شيء مبسوطين عليه انه التدخين
بيقلل الخطر وبنرجع للأرجيلة. لا ما بنرجع للأرجيلة لأنه كل هذه الشغلات بنحكي عن عملية مرض وعن فيروس يصيب بمرض، وهذا المرض اللي عليه اللي هي أوجه مختلفة. هذه الأوجه المختلفة ممكن يكون بعض التطعيمات القديمة استطاعت أن تعطي بعض المناعة لهذا الوجه من هذا المرض. لا يعني بالضرورة أن هذا سيكون ذو فائدة. هلا في إمكانية أو في حديث أن البي سي جي، تطعيم البي سي جي له علاقه بمكافحه او الوقايه ضد السارس. تقصد في السل، مرض السل او السل؟ نعم السل. الان طبعا الان اليوم في مثلا في دراستين موجودات الان، واحده في استراليا اللي هي مضبوطه جدا، فريقين كل فريق اخذ البي سي جي وفريق لم ياخذه ويتابعوا النتيجه. سنحصل إما كان هناك نجاعة أو فائدة معينة أم لا. أما إحنا نأخذ إنه واحد والله خمس مرضى صار معهم هيك وعشر مرضى صار معهم هيك، هذه ما بتعطينا الجواب الشافي والنهائي، ولا تشرع لنا استعمال لقاحات أخرى من أجل فيروس مختلف بين بكتيريا وبين فيروس. إذن ننتظر النتائج العلمية من الدراسات السريرية المستمرة. هلأ بالنسبة للمخاطر، الأخطار الجانبية أو عوارض جانبية، سؤال ممتاز، لأنه في بعض الفيروسات تعطينا ما نسميه الإميون إنهانسمنت، ديزيز إنهانسمنت، إنه إذا أنت أعطيت السام المضاد والفيروس أنتج أجسام مضادة غير معينة، ممكن يساعد على أن المرض يكون أشرس من لم تكن هذه المواد موجودة. وهذا حدث في الستينات مع RSV اللي هو اللي بيعطينا المرض اللي يصيب فيه الأطفال، أنه بيعطينا الأزمة بعدها. وطبعا حدث أنه استعملوا تطعيم غير جيد في 1962 في الأطفال، وفي في الموسم الثاني الأطفال اللي أخذوا هذا التطعيم كان مرضهم أكبر وأشرس من الناس، من الأطفال اللي ما أخذوش تطعيم. ولذلك كل التطعيم RSV نزل ومحط تشطب إنه أنت عمالك تعطي شيء خطر للناس اللي ممكن بالتالي يعرضهم لخطورة كبيرة، وتوفوا أطفال اثنين. هيك الموضوع سكر أغلق من 62 حتى رجعنا عليه في سنوات في 2020. فطبعا وهذا الديزيز انهانسمنت موجود بالكوفيد 19. اذا في امكانيه الكوفيد 19 اذا ما كان عندك انت التطعيم بشكل جيد ويعطي المناعه المكتسبه المطلوبه، ممكن ان يؤدي الى العكس. ولذلك يجب ان نكون حذرين جدا في تطوير اللقاحات، ان اللقاح الذي نعتمده لا يعطي هذا النوع من الانهانسمنت. اول شيء ثانيا انه نعرف مين اللي عنده امكانيه انه يعطي هذا النوع الغير جيد من المناعه، وبالتالي نصرفه ونقول انه هذا النوع من الناس لا يستطيع ان ياخذ اللقاح، ونقول انه خلص مثلا هذه المجموعه ممنوع تاخذ هذا اللقاح، وعندنا طبعا كثير زي الحساسيات والى اخره ممكن انه نخرجها. إذا في مشكلة، ولكن هذه المشكلة ممكن التغلب عليها بصورة، عشان هيك بنخرج في اللقاحات في الدراسات السريرية نخرج ل 10,000 و20,000 شخص حتى نشوف إنه إذا مثلا في خطورة واحد في الألف، ما راح تلاقيها في دخلت عندك بس 100 شخص، راح تكون عندك تشوفها لما تاخذ 5,000 مثلا. وبالتالي القضية هذه واردة. احتمالات الفشل، احتمالات فشل واردة مش واردة، لأن طبعا ما في نجاح مكتمل، وفيش بوليصة تقول لك خلاص انت نجح. في طبعا نتيجة لأنه في عندك تقنيات مختلفة، عندك طرق مختلفة، وعندك توجهات مختلفة، وعندك كل هذه الشغلات تؤدي إنه من كل 70 أو أكثر من 70 هلأ صار محاولة لإنتاج اللقاح، بنتوقع إنه
ثلاثة أو أربعة يكونوا ناجحين، مش بالضرورة الأربعة الأول اللي دخلوا إلى المراحل السريرية، ولكن ممكن يكون عندنا آخر بعدين. زائد أنه ممكن نحصل على لقاح يعطينا 50% أو 40%، ينتج بعد ذلك أن نأخذ هذا اللقاح ونطوره بصورة أفضل ليعطينا أحسن، وطبعاً مش نهاية الطريق. إذن الكمية ستصبح نوعية في مرحلة معينة، وهذه النوعية ستعطينا الإجابة، ولذلك لا يعني مش لازم الواحد يكون متشائم كثير. شكرا جزيلا دكتور علي، يعني نتمنى فعلا الخروج من هذا الكابوس، وانت اخترت عنوان المحاضرة الخروج من كابوس كورونا قريبا، ونتمنى لك النجاح وللفريق الطبي العامل معك في التوصل قريبا للقاح شافي لفيروس كورونا، وأشكرك مجددا على هذه المحاضرة الطبية الغنية والثرية، وعلى أمل اللقاء في المرات القادمة للحديث أيضا عن موضوع طبي قد يكون خارج إطار فيروس كورونا وكابوس كورونا. شكرا جزيلا دكتور، وأعتذر عن كم الأسئلة الكبير الذي جاء من قبل متابعي منصات المركز العربي على شبكات التواصل الاجتماعي. حاولنا أن نأخذ يعني ونقاطع بين هذه الأسئلة، والدكتور علي مشكورا يعني قدم إجابات شافية وكافية لهذه الاستفسارات والتساؤلات. شكرا جزيلا دكتور علي، ويعطيك ألف عافية. شكرا لكم. ألين يا مرحبا.